وفي يوم من الأيام كان سيدنا عيسى عليه السلام واقف على شط بحيرة طبرية، فتزحموا ناس كتير حواليه علشان يسمعوا منه كلام الله. فشاف مركبتين صيد واقفين على الشط، والصيادين كانوا نزلوا منهم علشان يغسلوا الشبك، فركب سيدنا عيسى في مركبة منهم، وكانت بتاعت سمعان المشهور ببطرس، وقعد في المركب وابتدى يوعظ الناس بتعاليم الله. ولما خلص كلامه قال لسمعان: خش بالمركب وسط البحيرة وارموا الشبك علشان تصطادوا. فقال سمعان لسيدنا عيسى: يا مولانا، احنا تعبنا من الشغل طول الليل وما اصطدناش حتى سمكة واحدة، لكن احتراما لأمرك هنرمي الشبك تاني. ولما رموا الشبك زي ما قالهم اصطادوا سمك كتير لدرجة ان الشبك كان هيتقطع، فشاوروا لزمايلهم اللي في المركب التانية علشان ييجوا يساعدوهم، فجم وملوا المركبتين بالسمك لدرجة ان المركبتين كانوا هيغرقوا. وكان سمعان ويعقوب ابن زبدي ويوحنا أخوه وزمايلهم الصيادين مذهولين من كتر السمك. ولما شاف سمعان اللي بيحصل ركع قدام سيدنا عيسى وقال له: يا مولانا، أنا ما استحقش إنك تقرب مني، أنا راجل عاصي وبعيد عن ديني. فقال سيدنا عيسى لسمعان: ما تخافش يا سمعان، من النهاردة هتجمع الناس وتهديهم لمملكة الله زي ما بتجمع السمك في الشبك. ولما رجعوا بالمركبتين للشط، سمعان وزمايله سابوا كل حاجة وبقوا من أتباعه. وفي يوم دخل سيدنا عيسى قرية فشافوا راجل عنده برص، وقرب منه وركع قدامه ووشه للأرض وترجاه وقال له: يا مولانا، لو انت عايز تشفيني وتطهرني فانت تقدر. فمد سيدنا ايده ولمسه وقال له: طبعا عاوز، اتشفي من مرضك. وفي ساعتها راح منه البرص. فوصى سيدنا وقال له: ما تقولش لحد، لكن روح لبيت الله ووري نفسك لحد من الأحبار علشان يتأكد إنك خفيت واتطهرت، وقدم أضحية علشان شفاك وطهارتك زي ما بتقول شريعة النبي موسى، وكمان كشهادة للناس على شفاك وطهارتك. لكن خبر شفا الأبرص انتشر أكتر، فجات أعداد كبيرة من الناس علشان يسمعوا تعليمه ويطلبوا منه الشفاء من أمراضهم. أما سيدنا فكان بيختلب نفسه في الصحراء علشان يصلي ويدعي ربنا. وفي يوم كان سيدنا عيسى بيبلغ تعليمه في بيت من البيوت، وكان من ضمن الحاضرين فقهاء في الشريعة وناس من المتشددين اللي جم من كل بلاد الجليل ومنطقة يهوذا والقدس، وكان عنده قدرة من الله على شفاء المرضى. وجم ناس شايلين واحد مشلول على نقالة وعاوزين يدخلوا الراجل المشلول للبيت اللي كان فيه سيدنا عيسى ويحطوه قدامه، لكن ما عرفوش يدخلوا من كتر الزحمة. فطلعوا على سطح البيت وعملوا فتحة في السقف، ونزلوه بالحبال قدامه، فلما شاف قوة إيمانهم بيه قال للراجل المشلول: ذنوبك اتغفرت. فبدأوا فقهاء الشريعة والمتشددين يسألوا نفسهم: مين ده اللي بيقول كلام كله كفر؟ ده محدش يقدر يغفر الذنوب إلا الله وحده. فعرف سيدنا عيسى أفكارهم وقال لهم: ليه بتفكروا كده بينكم وبين نفسكم؟
طبعا انتوا فاكرين اني لا اقدر اغفر الذنوب ولا اقدر اشفي المشلول. هقدم لكم دليل يأكد لكم ان انا الانسان النازل من السماء عندي سلطة من الله على الارض اني اغفر الذنوب. وبعدين قال للراجل المشلول: انا بقولك قوم شيل فرشتك وروح على بيتك. وفي ساعتها قام المشلول قدامهم وشال فرشته ورجع لبيته وهو بيشكر الله وبيسبح بحمده. فذهلوا كل الموجودين وتعجبوا وسبحوا الله بخشوع وقالوا: احنا النهارده شفنا عجائب من قدرة الله. وبعدها خرج سيدنا عيسى من البيت فشاف محصل ضرائب بيشتغل لحساب الرومان اسمه لاوي وشهرته متى قاعد في مكتب الضرائب. فقال له: تعالى وخليك من أتباعي. فساب متى كل حاجة وقام علشان يبقى من أتباع سيدنا. وبعدها عمل لاوي عزومة كبيرة لسيدنا عيسى في بيته، وكان من ضمن الموجودين عدد كبير من محصلي الضرائب وضيوف تانيين. لكن الفقهاء والمتشددين اتعصبوا لما شافوا أتباع سيدنا بيأكلوا مع محصلي الضرائب، وقالوا لهم: ليه بتاكلوا وتشربوا مع بتوع الضرائب والعصيين؟ فرد سيدنا عيسى وقال لهم: اللي بصحته مش محتاج لطبيب، لكن التعبان هو اللي محتاج. أنا ما جيتش عشان أهدي اللي فاكرين نفسهم صالحين، لكن جيت علشان أدعي العصيين للتوبة عن ذنوبهم. فاتضايقوا قالوا له: أتباع يحيى وأتباع المتشددين بيصلوا ويصوموا كتير، لكن أتباعك بيأكلوا ويشربوا وقت ما هم عاوزين، هم ليه مش بيصوموا زيهم؟ فقال لهم سيدنا عيسى: هو انتوا تقدروا تخلوا المعازيم تقعد من غير اكل طول ما العريس لسه معاهم؟ لكن لما يجي يوم والعريس يتاخد من وسطهم ساعتها هيصوموا. وضرب لهم مثل وقال: اللي يجبر حد انه يتمسك بتقاليدكم القديمة عامل زي اللي ياخد حتة قماش جديدة ويرقع بيها جلابية قديمة فيتقطع القماش الجديد والرقعة تبقى مش جاية على مقاس الجلابية القديمة، ومحدش يحط عصير عنب في قربة قديمة وإلا تتشقق القربة من التخمير فيدلق العصير وتبوظ القربة، لكن لازم العصير الجديد يتحط في قربة جديدة.